السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله من جديد متابعي قناتكم نور اونلاين في فيديو صحي جدا الفيديو اليوم بدنا نحكي فيه عن مشروبات الديتوكس مشروبات تنظيف الجسم من السموم تابعونا لحتى تشوفوا بطريقه سهله وفائده ومتعه كيف نحضر وشو المقادير المطلوبه من جديد السلام عليكم ورحمة الله مكونات الديتوكس هو الحقيقة هو عبارة عن ماء المكون الرئيسي هو ماء دافئ وغير الماء بدنا نحط في هذا الماء مجموعة من الفواكه مجموعة من الخضار والإضافات لحتى ناخذ أقصى فائدة ممكن من الديتوكس ممكن برتقال جريب فروت ليمون تفاح زنجبيل قرفة روزماري خيار فريز فراولة نعناع بوملي ممكن الجبس أو البطيخ نضيف جبس أو بطيخ ممكن نضيف توت بري ممكن نضيف خوخ أي شيء يخطر على بالكم ممكن نضيفه في الديتوكس مبدئيا يعني قيل الكثير الكثير قيل عن الديتوكس يعني تقريبا تقدروا تقولوا 60 الى 70% هو حكي فاضي ما في من هالشيء خالص لكن ممكن الى من 25 الى 30% ممكن الديتوكس له فوائد الديتوكس طبعا المعروف هو تنظيف الجسم من السموم هو مسؤوليه الكبد والكليتين والرئتين الغدد الليمفاويه هدول مسؤوليتهم الرئيسيه هي تنظيف الكبد من السموم اللي راح نحطه هلا راح نضيفه راح نساعد شوي الكبد نساعد شوي الرئتين والغدد الليمفاويه والكليتين في التخليص الجسم من السموم لكن هدول ما يخلصوا الجسم لحالهم ابدا ما يخلصوا الجسم من السموم ما تروحوا كثير بالحكي وتصدقوا الحكي الطالع نازل هذا مشروب صحي أكيد لا شك. الشيء الثاني اللي فيه هو هاي الفاكهة بعد ما ننقعها بالمي في مجال نرجع ناكلها ونستفيد منها. إذا نبدأ على بركة الله. خلي نساوي أكثر من نوع لحتى تكون الفائدة عامة. هلا يعني قيل إذا حبيتوا انتوا الكرش يروح بروز البطن يروح نشيل نحط تفاح ونحط عود قرفة ونحط ماء بارد يعني التفاح مع القرفة مع ماء الباء البارد هذا بيساعد الكرش لحتى يروح طبعا الحكي مثل ما حكينا احنا سبعين ثمانين بالمية مو صحيح لكن هو مشروب لذيذ ومغذي وصحي تقريبا يعني في فوائد اخرى غير هذا الفائدة اللي انه لو تشربوا هذا يعني باليوم 100 لتر ما راح تروح الكرش هاي اكيده يعني فما بدي اكون انا كمان هالفيديو هذا كمان اضافه للكذب والخديعه اللي منتشره حاليا عن مشروبات الديتوكس قيل ايضا لحتى نحرق الدهون بدنا بطيخ اللي هو الجبس وبدنا اوراق النعناع وبدنا ماء هذا يحرق الدهون وهذا كمان الحكي كذب وغير صحيح قيل للبشرة الصحية بدنا ماء وخيار وليمون ونعناع هذا نوعا ما ممكن يكون صحيح لفوائد الليمون وفوائد الخيار المعروفة لكن لا تفكروا انه هدول بس بينهوا المشكلة لا هدول شيء مساعد محفز فقط للجسم لحتى ينظف ولحتى يعمل ديتوكس لنفسه أه الخلطات مثل ما حكينا اي شيء تحطوه مع المي بيمشي حاله خيارات متعددة مفتوحة كل الخيار ممكن أحط برتقال ليمون خيار ممكن أحط برتقال تفاح زنجبيل ممكن نعناع فراولة بوملي ممكن اللي بدكم إياه ضيفوا عليه شوية مي بيكون مية بالمية شراب الديتوكس تبعكم جاهز وحاضر إضافة أخرى ممكن معلقة صغيرة خل تفاح معلقة صغيرة عسل مع هدول بيكون مفعول الديتوكس مضاعف دبل ديتوكس هذا الشيء مؤكد لانه الخل معروف والعسل معروف في الانتي اوكسيدنت المضادات الاكسده المشهوره اللي موجوده فيها خلي نبدا الان بالخلطه الاولى طبعا هاي الخلطه كيفيه مثل ما حكينا ممكن نبدا بالخيار خلينا نضيف اول شيء الماء الفاتر احسن نحط الخيار نحط ليمون ونحط نعناع بهذا الشكل نكفي الماء هذا المشروب الاول جاهز ممكن لل... للنكهه ايضا ممكن نحط ريحان فازل. الان بدي احط شيء اخر ايضا اعبي النص مي واحط فراوله واحط برتقال وأحط أيضا نعناع أكمل الماء هذا الديتوكس الثاني أيضا انتهينا منه تفاح بدي ليمون بدي احط بوملي وبدي احط شريحة زنجبيل وللنكهة احط ورقتين ثلاثة نعناع فقط اكمل الماء هذا الديتوكس الثالث خالص الان الديتوكس الرابع عندي مي مغلية بدي احط فيها عود القرفه شوي بدي احط معلقه عسل خليها مع القرفه لانه المي المغليه بيدوب فيها العسل بسرعه هذا المشروب الاول الثالث الرابع شريحه برتقال بدي مشكله شريحه ليمون قطعة زنجبيل أحط فراولة أحط واحد بوملي وخيارة ونعناع أكمل عليها الماء هذا الديتوكس الرابع مثل ما حكينا الخيارات لا نهائية الخيارات مفتوحة أي شيء تحطوه مع أي شيء بيمشي حاله المفروض الديتوكس هدول المشروبات هدول يضلوا بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين قبل ما نشربهم أو إذا حبينا أربع ساعات نحطهم بالبراد ما في مشكلة أو إذا حبيتوا بالليل تسووهم والصبح طبعا لازم مكان بارد تخزنوهم مكان بارد الصبح تبدأوا مشروباتكم قبل الشرب يفضل تشيلوا الفواكه وتشربوا فقط الماء تحطوا بالبراد وتشربوا منه هاي الكمية طبعا انا حطيت تقريبا اقل من 400 ملي تقريبا ماء انتم ممكن تضاعفوا الكمية وتحطوا بوعاء اكبر من هيك بيمشي الحال وتشربوا منها تقريبا كل ساعتين أو ثلاثة اشربوا كاسة أه ما هو اكيد ما راح يضر يعني لكن لا تبتغوا الفوائد اللي تسمعوا عنها بالفيديوهات انه هذا يحرق الدهون ويخفف الوزن ويقلب الكيان من هيك لهيك 180 درجه هذا حكي فارغ ليس صحيحا لكنه بالتاكيد يساعد الجسم يساعد يحفز الجسم في تنقيه نفسه من السموم رفع المناعه بشكل افضل من ذي قبل طبعا في عندي فيديوهات كثيره راح اخصصها على موضوع هذول الديتوكسات راح احط لك راح احط احط لكم ان شاء الله ديتوكسات حقيقيه فوائدها حقيقيه راح تشوفوها ان شاء الله بفيديوهات قادمه اتمنى هالفيديو هذا يكون عجبكم ما تنسوا تشيروا ما تنسوا مشاركه المعلومه وحتى فيديو جديد كونوا بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته